الشركة الثالثة معانا واحدة من أهم الشركات في الحقيقة في مجال الاي تي هي شركة سيسكو. طيب مين هي سيسكو؟ يمكن ما يكونش شركة مشهورة زي مايكروسوفت للناس عامة، يعني يمكن الناس بتوع الاي تي بس اللي بيبقوا عارفين كويس جدا مين شركة سيسكو. لكن في الحقيقة شركة سيسكو واحدة من اكبر الشركات الاي تي في العالم، و المنتجات الرئيسية اللي بتنتجها شركة سيسكو هي الأجهزة اللي بالحقيقة بتوصل الشبكة عندنا ببعضها. يعني زي ما احنا قلنا باختصار وبساطة شديدة جدا ان الشبكة عبارة عن شوية أجهزة متوصلة ببعض. طب هنتوصل ببعض ازاي؟ في كابلات مثلا بتوصلنا، او ساعات بدون كابلات خالص، لكن في أجهزة في النص بتوصلنا. اشهر جهازين في الحقيقة او اهم جهازين بيبنوا اي شبكة هما السويتش، وده الجهاز اللي بيوصل الأجهزة بتاعتنا كلها ببعض، وتاني جهاز هو الراوتر، وده اللي يمكن بيوصل الشبكة بتاعتك بعد كده بالإنترنت مثلا، أو زي ما هنعرف بعد كده بأي شبكة أخرى ممكن تفكر فيها. إذا في جهازين أساسيين، واحد اسمه السويتش بيوصل أجهزة الكمبيوتر مع بعض، وواحد اسمه الراوتر بيوصل شبكات الكمبيوتر مع بعض. شركة سيسكو أكبر شركة في العالم بتنتج الديفايسز أو الأجهزة دي اللي هي السويتش والراوتر. الصورة اللي قدامك دي فيها أمثلة لي في الحقيقة راوترز اللي موجودين دول كلهم في صورة، راوترز مفهومش سويتشز، لكن دي مثال لديفايسز من الديفايسز بتاعت شركة سيسكو. اللي بيخليك ممكن ما تكونش سمعت عن الشركة دي قبل كده او ما هياش في الوعي العام زي ما بنقول الناس كلها عارفاها، ان المنتجات بتاعتها مش موجهة للناس العادية. يعني سيسكو ما بتعملش راوتر او سويتش غالبا لمثلا انك تشتريه وتحطه في البيت عندك او تشغله في مكتب او بيزنس صغير مثلا بتاعك. لا، في الحقيقة المنتجات بتاعت سيسكو موجهة للانتربرايز او للشركات في الحقيقة الميديوم تو لارج، متوسطة إلى الشركات الكبيرة، عشان المنتجات بتاعتها معمولة بطريقة معينة، بتقدم خدمات بطريقة مختلفة، وأخيرا وده أهم طبعا إن هي التكلفة بتاعتها بتبقى عالية جدا بالنسبة للشركات الصغيرة. فهنتعرف إن شاء الله على سيسكو بدرجة كبيرة لو هنتكلم على التخصصات المختلفة والشهادات اللي موجودة عندها، لكن زي ما قلنا في النهاية هي شركة بتصنع في الأساس هاردوير بتاع الشبكة، سواء راوتر أو سويتش أو يمكن أجهزة وايرلس زي الجهاز اللي قدامنا دوت، أو أجهزة تانية كتير جدا بتكون الشبكة عندنا وبتساعد الشبكة إن هي تأدي الوظيفة بتاعتها. لو بصينا على رسمة شبكة زي الرسمة اللي قدامنا ديت، في مجموعة أجهزة زي ما انت شايفين متوصلة ببعضيها، دول مثلا مجموعة أجهزة كمبيوتر، دي مجموعة سيرفرز، وزي ما انت شايفين الأجهزة دي بتتوصل في النص بجهاز اللي احنا بنسميه سويتش، يمكن ده الرمز أو الصورة بتاعته اللي بنستخدمها دايما. ولو عايزين يطلع الأجهزة دي كلها عايزة تطلع لبره للإنترنت مثلا، بنحتاج جهاز اسمه ايه؟ الراوتر. إذن دول التو ديفايسز أو الجهازين الأساسيين اللي سيسكو بتصنعهم، السويتش والراوتر. هل سيسكو هي الوحيدة في العالم اللي بتصنع الأجهزة ديت بالنسبة لمستوى الشركات على الأقل؟ طبعا لا، عندنا منافسين لسيسكو كتير جدا، دي بس أمثلة لبعض منافسين زي شركة اسمها جونيبر، زي ثريكوم، زي شركة صيني مبتدئة جديد في الحقيقة اسمها هواوي بس قوية جدا حاليا في السوق، وأخيرا شركة اتش بي. يمكن انت شركة اتش بي معروفة باللابتوبس، لكن في الحقيقة السويتشز بتاعت اتش بي مثلا من أشهر السويتشز انتشارا في العالم عندنا بتاع الشبكات. بس سيسكو ليها يعني ميزة مختلفة شوية عن كل الشركات ديت، ان هي في الحقيقة في السوق او بتاع الانتربرايز 80% من السوق دوت بتاع سيسكو. يعني بنتكلم ان 80% من الاجهزه اللي بتتباع، 80% من حجم السوق تابع لشركه سيسكو. ده طبعا نسبه كبيره جدا جدا ونسبه ضخمه في اي حاجه، معناها ان كل المنافسين مش الاربعه دول بس، منافسين تانيين كتير بيتحكموا او بيتلاعبوا فقط في 20% من حجم السوق عندنا. إذا سيسكو شركة رائدة وشركة كبيرة جدا في هذا المجال، وده بيخليها في الحقيقة ان هي زي ما بنقول البنش مارك، او اللي يعني هي الحاجة اللي بيقارن بيها كل الأجهزة الأخرى، لأن الأجهزة بتاعتها بعد فترة طويلة جدا. سيسكو في الحقيقة انشأت الشركة سنة 84، هم لسه كانوا بيحتفلوا قريب بمرور 30 سنة، سنة 2014 كانوا الاحتفال بمرور 30 سنة على
بدء الشركة يعني، لكن في خلال 30 سنة دول بنوا ليهم سمعة، واللي الأجهزة بتاعتهم إن هي أفضل أجهزة موجودة، إن هي أجهزة يعني بتعمر بتستمر لفترة طويلة جدا. آه هي أجهزة مكلفة وغالية، لكن في المقابل بتديك أفضل خدمة وأفضل أداء في أجهزة بتاعت الشبكات، فده طبعا بيخليهم زي ما قلنا نمبر 1 في العالم. مثلا لو فكرنا في البنية التحتية بتاعة الإنترنت، والإنترنت عبارة عن في النهاية مجموعة من الشبكات بتتوصل مع بعض وبتكون الشبكة الدولية اللي هي بتغطي العالم كله اللي هي الإنترنت. طب الشبكات دي تتواصل مع بعض بإزاي؟ في الحقيقة بتتواصل بأجهزة، والأجهزة دي اللي احنا لسه متكلمين عليها حالا اللي هي الراوترز. طيب الديفايسز بقى اللي بتكون الإنترنت في الحقيقة برضه هتلاقي من 80 ل 90% منهم اللي هي الراوترز ديت بإنتاج أو تصنيع شركة سيسكو. يعني الاي اس بي عندنا اللي هو موفر خدمة الإنترنت اللي موجود في أي بلد تقريبا، لو بصيت على الأجهزة الأساسية بتاعته اللي هو باني عليها الشبكة بتاعته، تقريبا زي ما قلت من 80 90% نسبة احتمال إن الأجهزة دي تكون من تصنيع شركة سيسكو. إذا هي شركة كبيرة جدا جدا، واللي يهمنا احنا بقى واحنا ناس جوب سيرشرز أو بندور على كارير أو نخش مجال الاي تي، ان لو انا قدرت ادرس واحصل على شهادات خاصة من شركة سيسكو، في الحقيقة ده بيخليك تقدر تتعامل مع اي اجهزة تانية. يعني بمعنى ان انا لو حصل على شهادة من سيسكو ان انا نتورك انجينير او ان انا مهندس شبكات بقدر اتعامل مع اجهزة سيسكو، ده بيعني بالحقيقة ان انت هتقدر تتعامل مع الاجهزة بتاعة جونيبر و اتش بي وهواوي وثريكوم واي اجهزه بتاعت اي شركات تانية، لان الاجهزه بتاعت سيسكو هي غالبا اللي بتبقى اعقد، هي اللي بتبقى اكبر واضخم في كميه الطريقه اللي احنا ايه بنتعامل بيها معاهم. الشهادات الخاصة بشركة سيسكو كتير جدا جدا جدا، وزي ما شفنا مع مايكروسوفت في ومع كومتيا برضو في الحقيقة في مستويات مختلفة من الشهادات، وده السيسكو بيراميد أو الهرم بتاع سيسكو. يعني سيسكو عاملاه في الحقيقة مشهور جدا زي ما شايفين 5 مستويات مختلفة من الشهادات. اوكي عندنا الليفل نمبر 1 هنا اللي هو الانتري او الدخول، ودوت في البداية خالص ده اول ليفل عندنا، وبعد كده عندنا الليفل بتاع الاسوشيت او الزميل، كان يمكن نفس الاسم بتاع مايكروسوفت، الليفل بتاع البروفيشنال الدرجة الاعلى من كده اللي هي المحترف، الاكسبرت الخبير، واخيرا في ليفل سبيشال كده في الاخر اسمه اركيتكت. يمكن اركيتكت معناها زي مهندس معماري او زي مهندس العمارة عندنا بنسميه اركيتكت، وهتقول طبعا ايه علاقة ده بالموضوع. الاركيتكت ده مختص بالديزاين او بالتصميم بتاع الشبكة، فالتخصص في الحقيقة الوحيد اللي فيه الدرجة الخامسة ديت هو التخصص بتاع ديزاين بتاع الشبكات، واحنا ان شاء الله نشوف التخصصات مع بعض واحد واحد نحاول نتكلم عنهم برضو جولة سريعة كده. لكن خليني اقول لك زي ما كنت بقول ان الليفلز مستويات عندنا بتتقسم درجات مختلفه، وبشبهها دايما بالدرجات بتاعه الكليات عندنا. الاسوشيت ده زي البكالوريوس، البروفيشنال ده زي الماسترز او الماجستير، والاكسبرت ده هو زي الدكتوراه. لو حضرتك قدرت تحصل في الحقيقه على مستوى الاكسبرت دوت، واحد من اصعب المهام يعني اللي ممكن تاخدها، لكن في الحقيقه من افضل الكاريرز اللي ممكن يعني توصل ليها، لانه بيبقى له يعني قيمة كبيرة جدا جدا سواء ماديا أو معنويا في الحقيقة. دي التخصصات المختلفة اللي موجودة عندنا في الشهادات بتاعة سيسكو. أوكي اولا هتشوف الهرم موجود عندنا اهو، التخصصات الليفلز بتاعتها زي ما هو زي ما لسه قايلين، انتري اللي هو الدخول، اسوشيت، بروفيشنال، اكسبرت، واركيتكت. لكن دي هنا القائمه اللي موجوده هنا على الشمال دي التخصصات المختلفه اللي احنا ممكن ندرسها، زي كولابوريشن وداتا سنتر وديزاين وراوتنج اند سويتشنج وهكذا. طيب هتلاحظ حاجة قبل ما نبدأ نتكلم عن كل تخصص، الشهادة بتاعت الانتري مش موجودة دايما، لكن في معظم التخصصات موجودة، وهي نفس الشهادة سي سنت CCENT أو Cisco Certified Entry Level Network Technician، أو بطريقة أخرى Cisco Certified يعني معتمد من سيسكو. E اللي هي كلمة Entry في الحقيقة معناها اللي هو لسه مبتدئ أو داخل في حاجة، و Network Technician طبعا معناها فني شبكات. إذا ده الليفل الأول، هتلاحظ إن هي نفس الشهادة، يعني أنت بامتحان واحد زي ما هنعرف وشهادة واحدة تقدر تاخدها، معناها إنك ابتديت في كل المجالات ديت في نفس الوقت. لكن بعد كده في الليفل الأسوشيت بتبدأ بقى تتخصص، هتلاقي كل شهادة من دول اسمها مختلف عن الشهادة الأخرى، إن ده تخصص مختلف عن أي حاجة تانية، ونفس الحكاية بالنسبة للبروفيشنال وبالنسبة للإكسبرت.
طيب ايه الشهادات دي بقى، وكل واحدة فيهم عبارة عن ايه بالظبط؟ بالراحة كده هنتكلم عليهم واحدة واحدة. هنبتدي من هنا في الحقيقة، في الراوتينج اند سويتشينج. ليه نبتدي بالراوتينج اند سويتشينج؟ لان ده الكور او الاساس بتاع عالم الشبكات بتاع سيسكو كله. هندسة الشبكات عندنا زي ما قلنا بتعتمد على التعامل مع الشبكة وإدارة أجهزة الشبكة، وأهم جهازين في الشبكة هم السويتش وإيه والراوتر. إذا التخصص واضح من اسمه راوتينج اند سويتشينج، يبقى حضرتك هتدرس فيه أو هتقدر تدير فيه الأجهزة بتاعة سيسكو اللي هي السويتش والراوتر. ببتدي بنفس الليفل زي ما قلنا، اللي هو الانتري بتاعنا اللي هو سي سي اي ان تي او سي سنت باختصار، وبعد كده بوصل لاشهر شهاده موجوده عند سيسكو وهي السي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج، طبعا اختصار لسيسكو سيرتيفايد، برضو معتمد من سيسكو. هتلاقي كل الشهادات بتبتدي بالحرفين دول، سيسكو سيرتيفايد، سهل جدا نفتكر هي بتاع معناها ايه. لكن بعد كده الحروف اللي بتختلف هي اخر حرفين، زي ان اي هنا مثلا اختصار لنتورك اسوشيت. تمام، هو ده الليفل بتاع سي سي ان اي عندنا. انا يعني انت مستوى الزميل عندنا زي ما بنقول بالعربي، او اول مستوى في عالم الشبكات. طب تخصصك ايه؟ راوتينج اند سويتشنج. طبعا في تاني تخصص سيكيورتي، في تخصص اسمه فيديو فويس، بس كل الشهادة بيبقى اسمها واحد اللي هو سي سي ان اي. ساعات بنختصر الشهادة دي بنقول اسمها سي سي ان اي ار اند اس، يعني عايزين نقول بسرعة بدل ما نقول راوتينج اند سويتشنج نقول ار اللي هو حرف الار بس اند اس. بعد كده الليفل اللي بعد كده اللي هو السي سي ام بي راوتينج اند سويتشنج، ده المستوى الاعلى الاصعب الاعقد طبعا شويه. بتدرس نفس الكلام اللي هو الراوتر او سويتش، ومعناه ان عندك نفس الموضوع، بتقدر تتعامل مع اجهزه الراوترز والسويتشات بتاعت سيسكو بس على درجه اكبر بكتير. يعني اذا كنت تعرف هنا مستوى معين، هنا بتعرف المستوى دوت اكتر بكتير جدا. هنا طبعا اخر ليفل عندنا اكتر واكتر واكتر، ده اعلى مستوى موجود عندهم من ناحيه الخبره او المعرفه في هذا المجال اللي هو الراوتينج اند سويتشنج. تمام، برضه عشان اوضحها لك اكتر، في الحقيقه السي سي ان اي بتقول لك هنا راوندنج سويتش، سيسكو بتريكومند او بتنصح انك بتخش تاخد الشهاده ديت لو انت عندك من 0 تو 1 years experience. يعني ايه؟ يعني خبرتك في مجال هندسه الشبكات من صفر، يعني ما عندكش خبره خالص، حتى سنه لغايه ما يكون مثلا ممكن يكون عندك خبره سنه. الراوتينج اند سويتشنج الشهاده اللي بعد كده اللي هي السي سي ام بي بتقول لك لا، الليفل بتاع سي سي ام بي المفروض يكون عندك من سنه الى 3 سنين، وده معناه انك عديت قعدت بقالك فتره شغال في المجال عشان لدرجه انك توصل انك تقول على نفسك بروفيشنال او محترف. واخيرا طبعا السي سي اي اي بتريكومند اكتر من 3 سنين، في الحقيقه ريكومنديشن لاحيان كتيره بيبقى 5 او 6 سنين، انت شغال في المجال بقالك 5 او 6 سنين وبالتالي عندك خبره كافيه انك تبدا تسعى انك تحصل على الشهاده دي، لانها مش حاجه سهله جدا. طيب ازاي بحصل على هذه الشهادات؟ في الحقيقه بتختلف. هنا مثلا بالنسبه لنا السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، دلوقتي ممكن احصل الاول على شهاده سي سنت وبعدين احصل على هذه الشهاده، ده بيبقى وان اكزام او امتحان واحد ودوت امتحان اخر. تمام، يبقى ممكن كده التوتال بتاعنا يبقى تو اكزامز عشان اقدر احصل على هذه الشهاده. ال CCNP Routing and Switching حاليا هي عبارة عن 3 امتحانات، يبقى لازم أباص 3 امتحانات عشان أحصل على هذه الشهادة. أما ال CCIE Routing and Switching فده موضوع تاني خالص. ليه؟ لأن كل الامتحانات بتاعتنا سواء في الليفل بتاع ال Entry أو ال Associate أو ال Professional عبارة عن أنت بتروح لل Center بتاع ال Exam بتاعك، وبتقعد على زي ما قلنا على جهاز كمبيوتر وبتجاوب على بعض الأسئلة. معظم الأسئلة بتبقى Multiple Choice أو أسئلة إجابات وبتقدم ليك وبقول لك اختار الإجابة الصح أو الأفضل، وبيبقى في بعض الأسئلة بنقول عليها أسئلة عملي، ساعات بيبقى 2 3 4 أسئلة بالكتير. مثلا من معظم الامتحانات عندنا بيبقى فيهم أسئلة في وسط ال50 سؤال مثلا، متوسط الطبيعي 50 سؤال في الامتحان، 3 أو 4 أسئلة ممكن يكونوا أسئلة عملي، بمعنى إن أنت بتنفذ حاجة أو بتعمل حاجة بالشبكة عمليا. لكن الليفل بتاع السي سي اي بيتكلم في طريقه تانية خالص، اللي هو الليفل بتاع الاكسبرت، وده يعني بيميز نفسه عن اي حاجه او اي شهاده اخرى في مجال الاي تي، مش بس في مجال بتاع سيسكو. ليه؟ لان السي سي اي عندنا معناها انك اكسبرت، ودي عند سيسكو كلمه كبيره قوي، وبالتالي بتقول لك انا هعمل لك 2 اكزامز. اول اكزام بنسميه الريتن اكزام، ده زيه بالظبط زي امتحانات السي سي ان اي والسي سي ام بي، بتروح لمركز الامتحانات وبتقعد تمتحن وبتقوم باداء الامتحان بتاعك وان شاء الله بتنجح. اذا ده اول حاجه. لكن بارت 2 او الجزء الثاني هو الجزء اللي بيبقى اصعب بكتير على معظم الناس، اللي بنسميه اللاب اكزام.
اللاب اكزام دوت مش امتحان عادي زي ما واضح من اسمه، لاب او معمل، لانك في الحقيقه فعلا محتاج تروح لمكان مخصوص، معمل بتاع سيسكو او لاب مخصوص سيسكو عاملاه عشان تقدر تمتحن فيه الامتحان دوت. الامتحان ده مختلف تماما، بياخد عدد ساعات اكتر بكتير من الامتحانات العاديه، وبتعمل فيه كله شغل عملي. مش هنخش في التفاصيل بتاعته، لكن هو في الحقيقة بيبقى متقسم لجزئين أساسيين، يمكن اللي هو الترابل شوتينج وكونفيجريشن، أو ازاي تحل مشاكل شبكة، وبعدين الكونفيجريشن ده اللي هو ازاي تقدر يعني تظبط شبكة معينة انها تشتغل. بس طبعا بنتكلم في شبكات على حجم ضخم جدا جدا، وباستخدام أنواع تكنولوجيز وأجهزة كتير جدا جدا. اذا الليفل، اعلى ليفل موجود عندنا هو الليفل بتاع السي سي اي، وزي ما قلت عشان توصل له يعني مقدار المعرفه اللي محتاج تكون وصلت لها، التطبيق اللي تكون طبقته، الخبره العمليه بتاعتك لازم يكون درجه كبيره جدا. وفي النهايه طبعا في برضو جزء اللي هو تكلفه ماديه عاليه، لانك محتاج تسافر لمكان مخصوص في الامتحان. اعتقد ان في تقريبا 6 اماكن في العالم، وبالنسبه للدول العربيه هنا طبعا اقرب مكان بالنسبه لنا في دبي في الامارات، لكن معناها ان انت يعني هيبقى في رحلة طويلة فعلا في الحياة عشان توصل لهذا الليفل. واتمنى يعني ان لو انت نويت حبيت المجال بتاع الشبكات، و يعني قدرت تقتنع بشركة سيسكو كاختيار ليك انك تمشي في الكارير بتاعها، سواء اي تخصص في الحياة من التخصصات اللي هنتكلم عنهم، هتلاحظ ان معظمهم لهم الليفل بتاع السي سي اي اي، او اللي هو الليفل بتاع الاكسبرت. واتمنى ان يكون ده في الاخر الاند جول بتاعك، او يعني الهدف اللي انت ما عايز توصل له في النهاية، انك تحصل في يوم من الايام على هذه الشهادة، لان زي ما قلت القيمة بتاعتها كبيرة جدا جدا في عالم الاي تي. عدد الناس الحاصلين عليها زي ما هنشوف قليل جدا جدا، ما هوش عدد كبير في العالم كله، وبالتالي بيبقى لها قيمة معروفة في عالم الاي تي في الحياة، مدى الصعوبة بتاعة الحصول على هذه الشهادة. طيب ايه تخصصات تانية موجودة عندنا؟ عندنا تعالى بقى نبتدي من البداية فوق. عندنا احنا شفنا الراوتنج اند سويتشنج، اللي ده الاساس بتاع اي حاجة في الحقيقة، لدرجة ان سيسكو في معظم الوقت بتنصحك انك لو حتى عايز تتخصص في اي تخصص تاني من اللي هنتكلم عنهم، ابتدي الاول براوتنج اند سويتشنج، حاول تحصل على الشهادة بتاعته او تدرسه كويس قبل ما تتخصص في اي حاجة تانية، لان زي ما قلت ده الاساس بتاع اي شبكة خاصة بسيسكو. في عندنا الكولابوريشن اول حاجه، ودي شهاده جديده في الحياه وتخصص جديد اسمه كولابوريشن، معناه التعاون او التواصل، ودوت مختص بعمليه الكوميونيكيشن، بالتحديد الفويس كوميونيكيشن او الفيديو كوميونيكيشن. يعني ايه الكلام دوت؟ هتلاحظ ان في عندنا تو تراكس او تخصصين موجودين تحت، هما الفويس والفيديو. هو دوت اللي بيجمع في الحقيقه الاثنين دول مع بعض. والفويس موضوع مهم جدا جدا في عالم الشبكات النهاردة، التكنولوجي بتاعت الفويس او ساعات بنسميها فويس اوفر اي بي، هتلاقي الحرفين دول بيكرروا كتير جدا في عالم الشبكات، ان شاء الله تعرفهم بالتفصيل الاي والبي. ايه الفويس اوفر اي بي او الفويب او الفويس تكنولوجي عامة؟ في الحقيقة دي تكنولوجي بتستبدل النظام القديم عندنا اللي هو المعتاد الطبيعي بالنسبة للتليفونات. انت متعود مثلا لو عندك تليفون في البيت او في الشغل، عارف شكل التليفون طبيعي، والكابل اللي بيبقى داخل فيه بيبقى كابل تليفون، وعارف ان التليفون ده في الاخر مثلا بيبقى متوصل بالسنترال مثلا عندنا في مصر. الفكره طبعا ديت اختلفت خالص دلوقتي بالنسبه للانتربرايز او بالنسبه للشركات، ان كل موظف المفروض يبقى فيه على مكتبه جهاز تليفون، لكن مش بوصله بشبكه تليفون مخصوصه واجهزه تليفونات مخصوصه واعمل شبكه بكابلات تليفونات مخصوص، لا دلوقتي بوصل التليفونات ديت باجهزه بتاعت سيسكو والشبكه بتاعت devices عندنا كلها لشركة سيسكو. طبعا في سولوشنز اخرى غير منتجات سيسكو الموضوع الفويس او التليفونات، السيستم الجديد اللي بنتكلم عنه دوت زي مثلا شركه افايو، في سولوشنز كتيره جدا في الحقيقه، لكن يعني سيسكو كالعاده يعني واخده حصه كبيره من السوق في هذا الموضوع. وبالتالي لو رجعنا للشركه بتاعت كوربريشن، هي بتضم الفيديو والفويس مع بعض، زي ما قلت هي لسه شهاده جديده، هتلاحظ ان مفيش منها غير الليفل بتاع السي سي اي اي، ده استبدل في الحقيقة ال CCIE Voice اللي كانت موجودة هنا، كان في Level Expert في ال Voice، بس ده الاستبدال الجديد أو الشهادة الجديدة اللي استبدلتها. واللي هتلاحظ حاجة زي كده في الحقيقة في الشهادات بتاعت سيسكو، إن شاء الله لو دخلت، إن هما دايما وخصوصا في السنين الأخيرة بيبقى في تغيير كتير، في مجالات بتضاف وفي شهادات بتضاف وشهادات بتتشال، ودايما بيحصل تغيير في الترتيب بتاع الشهادات والشهادات، الأسماء الشهادات حتى المقدمة.
طيب عندنا بعد كده التخصص اللي هو الداتا سنتر او مركز الداتا. ايه حكايه الداتا سنتر دوت؟ الداتا سنتر ده عباره عن مكان موجود ضخم جدا المفروض في المساحه، وبيبقى مبني بطريقه محدده ومجهز بطريقه معينه بحيث ان نقدر نحط فيه الاجهزه بتاعه الشبكه بتاعتنا. ايه الاجهزه بتاعه الشبكه؟ طبعا في راوترز، في سويتشز، لكن كمان في ايه السيرفرز بتاعتنا اللي هي الاساس، الاجهزه اللي بتخدم الشبكه كلها. كل دول بيتحطوا في مكان معين بنسميه الداتا سنتر، والمكان دوت بيبقى مجهز بطريقه معينه بحيث ان هو يقدر يشغل الاجهزه دي بافضل اداء ممكن. يعني المفروض مثلا في المكان ده درجه حراره معينه، الكهرباء مصممه بطريقه معينه، كل حاجه معموله بحيث تشغل الاجهزه دي صح. يمكن ما يبقاش فيه في المكان دوت اصلا تواجد طبيعي للبني ادمين عندنا زينا، مجهز فقط للاجهزه بس دي ان هي تشتغل فيه. طب انا بعمل ايه بالداتا سنتر دوت بعد ما بنيته؟ في الحقيقه ده المكان الرئيسي اللي بتحط فيه، غير طبعا واضح من اسمه ان الداتا بتاعتك كلها، الشغل بتاع الشركات، الشركه بتاعتك او اكتر من شركه في الحياه كلهم ممكن يتجمعوا في داتا سنتر واحد بحيث نحط الاجهزه الاساسيه كلها بتاعتنا في مكان واحد، ويبقى هو دوت الداتا سنتر. ساعات بنسمي دوت اسم اللي هو تاني اللي هو الكلاود، حسب انت بتتكلم عن ايه. ان شاء الله لما نوصل للسكشن بتاع كلاود هنرجع تاني للجزء بتاع الداتا سنتر دوت ونتكلم عنه بطريقه افضل شويه، بس زي ما انتم شايفين في برضو الثلاثه ليفلز اللي هم اسوشيت وبروفيشنال والاكسبرت. طيب التخصص الثالث بعد كده الديزاين، وعندنا الديزاين ده تخصص مختلف شويه. تلاحظ ان هو الوحيد اللي مثلا ما اسموش سي سي ان اي وسي سي ام بي وسي سي اي اي، تلاحظ ان كل الان اتشالت واتحط مكانها الدي اللي هي الخاصه بالديزاين. والديزاين او تصميم الشبكه في الحقيقه واحد من اصعب التخصصات اللي موجوده عندنا، لان اللي بيصمم حاجه ما لازم يكون بيدرك الحاجه ديت وعارف كل حاجة موجودة فيها بكل التفاصيل بتاعتها. ففي أحيان كتيرة بيقول لك يعني الشخص اللي بيتخصص في الديزاين دوت يمكن بيكون عارف كل التخصصات التانية دي كلها متجمعة في حاجة واحدة، لأنه لازم يقدر يصمم شبكة وبالتالي لازم يبقى عارف العناصر بتاعت الشبكة كلها، سواء مثلا اللي اتكلمنا عنه لغاية دلوقتي الراوتينج اند سويتشنج لازم يبقى يقدر عارف الكلام ده كله، والكلابريشن، الفويس والفيديو لازم يبقى عارف، الداتا سنتر. إذا بيبقى التخصصات الصعبة جدا أنت تخش فيها، عشان كده هو التخصص الوحيد حتى اللي فيه درجه اعلى من السي سي اي او اعلى من السي سي دي اي بقى في هنا في الديزاين، هو الليفل بتاع الاكسبرت اللي هو التخصص بتاع اركيتكت. تمام، وده تخصص نادر جدا اعتقد، يعني ما اعتقدش ان اخر مره بصيت عليه العدد بتاعه في العالم كان قليل جدا، اقل من 10 افراد اللي حاصلين عليه، لانك لازم تروح لسيسكو نفسها وتقدم ديزاين معين وبعدين تناقش الديزاين بتاعك زي مثلا ما حد بيناقش رساله الدكتوراه بتاعته عشان تقدر تحصل على هذه الشهاده. التخصص بعد كده السكيورتي، والسكيورتي طبعا الامن بتاع الشبكات جبنا سيرته قبل كده كذا مره، كان من ضمن التخصصات المطلوبه جدا 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 في عالم الشبكات النهارده، الامن الشبكه او امن المعلومات عندنا. وطبعا بتشوف عندنا في نفس الثلاثه ليفل، سي سي ان اي سكيورتي وسي سي ام بي سكيورتي وسي سي اي اي سكيورتي. تمام، بعد كده في سيرفيس بروفايدر وسيرفيس بروفايدر اوبريشنز. في الحقيقه سيرفيس بروفايدر اوبريشنز ديت اتلغت فمش هنتكلم عنها، وهي كانت يعني نعرف ان هي في الصوره لسه موجوده، ان هي في الحقيقه لسه موجوده على الويب سايت بتاع سيسكو زي ما تشوفوا دلوقتي، بس هي في طريقها الى يعني ان هي تتشال او ان هي تتلغى تماما، لان هي في الحقيقه سيرفيس بروفايدر اوبريشنز هي نفسها سيرفيس بروفايدر، الاثنين بيتكلموا في نفس الموضوع. طب هو ايه الموضوع ده اصلا؟ سيرفيس بروفايدر يعني موفر خدمه، وهنا بنتكلم بالتحديد على موفر خدمات الاتصالات او خدمات الانترنت. تمام، الشركات الضخمه جدا اللي بتوفر الخدمات ديت زي ما قلنا يمكن بيتعاملوا مع اجهزه سيسكو اكتر يمكن من اي حد تاني، وبالتالي سيسكو عامله تراك مخصوص او تخصص مخصوص للاجهزه اللي تبقى موجوده عند السيرفيس بروفايدر اللي هو موفر خدمه الانترنت، مثلا زي عندنا في مصر تي اي داتا او لينك دوت نت، او موفري حتى خدمات الموبايل والانترنت اللي موجود عن طريق الموبايل زي عندنا برضو في مصر فودافون واتصالات وموبينيل، كل دول اسمهم سيرفيس بروفايدر. واخيرا التليكوميونيكيشن سيرفيس بروفايدر زي المصريه للاتصالات اللي هو موفر خدمه الاتصالات الارضيه مثلا بالنسبه لنا، ودول كلهم اسمهم سيرفيس بروفايدر. وبالتالي لو انا عايز يمكن اشتغل في اي شركه من الشركات ديت يمكن حاجه تساعدك جدا او تكون مطلوبه جدا انك تدرس التخصص دوت وتاخد الشهادات بتاعت السيرفيس بروفايدر اللي هي بتدرس الشبكه بس من وجهة نظر أخرى خاصة بالسيرفيس ده اللي هو الشبكة عنده مختلفة شوية عن الشبكة اللي بتبقى موجودة مثلا جوه أي شركة ولو حتى مؤسسة كبيرة.
اتكلمنا اوريدي قبل كده عن الفيديو والفويس. طبعا لو ما قلناش حاجه عن الفيديو والفيديو زي الفويس بالظبط، معناها انك تقدر تعمل عمليه اتصال او التليفون عندنا، بس تصور انك تقدر تعمل الكلام دوت بالفيديو او بنسميه الفيديو كونفرنس، انك تعمل مؤتمر او تتكلم مع حد بالصوت والصوره. يمكن انت ممكن تعمل الكلام دوت في البيت حاليا دلوقتي عن طريق استخدام برنامج زي سكايب مثلا وتعمل فيديو شات، او حتى اعتقد الفيسبوك، او الفيسبوك فيه اوبشن للفيديو شات تقدر تعمله. بس احنا أنا طبعا بنتكلم على البيزنس، ان مثلا مجموعه شركه كبيره مثلا ولها فروع حول العالم وعايزين يجتمعوا مع بعض. كان زمان لازم الناس دي كلها تدور على مكان وتدور على ميعاد مناسب وبعدين نتقابل كلنا في هذا المكان في الفرع الرئيسي مثلا للشركه بتكلفه طبعا كبيره جدا. النهارده كل مدير فرع مثلا ممكن يبقى قاعد على مكتبه وعن طريق سوفت وير معين او اجهزه معينه في الحياه. سيسكو عامله جهاز مثلا اسمه تيلي بريزنس، ده مخصوص للفيديو كونفرنسينج او للمؤتمرات بتاعتنا اللي بنتكلم عنها بالصوت والصوره. اذا دي طبعا كتكنولوجي حاجه افضل بكتير جدا. اخر تخصص الوايرلس، او ممكن تقول الواي فاي لو انت عارف الكلمه بالطريقه تانية. الوايرلس او الواي فاي هو طبعا النتوركس اللي بتشتغل بدون كابلات، وايرلس. وطبعا الواي فاي ده احد انواع الوايرلس تكنولوجيز زي ما ان شاء الله هتعرف لو هتدرس موضوع الشبكات. لكن كالعاده عندنا برضو الثلاثه ليفلز، الاسوشيت والبروفيشنال والاكسبرت. تمام، يبقى كده شفنا مع بعض يعني جولة سريعة في التخصصات المختلفة اللي موجودة عندنا، وبرضو هنروح ونبص على الويب سايت بتاع سيسكو الخاص بالسيرتيفيكيشن والتريننج. احنا اوريدي اتكلمنا على التخصصات المختلفة اللي موجودة عندنا في عالم شركة سيسكو، لكن برضه حبيت أوريكم الويب سايت بتاعنا وادي اللينك فوق، وبرضه هتبقى موجودة عندنا في تحت الفيديو في اليوتيوب. ودي الصفحة الأساسية بتاعة Training and Certifications، وبيقول لك هنا في أربع خطوات أساسية. أول حاجة Identify Path اللي هو التراك بتاعي أو السكة اللي أنا هختارها إن أنا أكمل فيها أو أبتدي بيها. تاني حاجة train and study، بتذاكر بتتدرب بتدرس بتطبق، وبعدين exam بتروح تاخد exam او اتنين او تلاتة زي ما قلنا. الشهادات هنا بتختلف في الحقيقة، كل شهادة من دول ال exams اللي مطلوبة ليها. وبعد طبعا ما بتحصل على ال exams دي بتبقى بنقول عليك certified او بتحصل على واحدة من هذه الشهادات ان شاء الله. طب اخيرا ايه الخطوه الرابعه؟ تقولي انا خلاص كده خلصت؟ لا، في الحقيقه في خطوه اسمها ريسيرتيفاي، ودي ما اتكلمناش عنها قبل كده مع مايكروسوفت او كومتيا، لكن دي حاجه مهمه تعرفها في شهادات الاي تي عامه. ان كل شهاده من شهادات الاي تي عندنا بيبقى، او غالبا مش هنقول كل، معظم شهادات الاي تي لها عمر محدد. بعد العمر ده الشهاده دي ما بتبقاش صالحه، لازم اعمل لها حاجه اسمها تجديد او ريسيرتيفاي. يعني مثلا شهادات سيسكو بالتحديد، بما ان احنا هنا على موقع سيسكو، كل الشهادات بتاعتنا ديت بتبقى السي سي ان اي والسي سي ام بي بتبقى صالحه لمده 3 سنين. اوكي، فانا مثلا هنفترض ان ربنا وفقك وابتديت وقدرت تحصل على شهاده السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، وخدتها مثلا هنتكلم مثلا هنقول في شهر واحد سنه 2014. يبقى اول سنه 2014 قدرت تحصل على شهاده سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. بعد 3 سنين يعني تعد 2015 16 17، لما توصل 2017 ايه اللي يحصل؟ الشهاده دي بنقول عليها مش فاليد او مش صالحه، وبالتالي ما تقدرش تقول انك لسه حاصل عليها. طب اولا هم ليه عاملين السيستم دوت او الطريقه دي؟ بسبب ان احنا زي ما اتكلمنا قبل كده عالم الاي تي مختلف عن اي عالم اخر او توظيفه اخرى او يعني مجال معلومات اخر، دايما بيبقى فيه حاجه جديده. فسيسكو بتقول انت لو 3 سنين عدوا وما جددتش الشهادة بتاعتك يبقى انت كده اتأخرت، او انت كده ما بقيتش عارف ايه اللي بيحصل موجود عندنا دلوقتي في العالم. طب ازاي اجدد الشهادة بتاعتي؟ والله لو انت راضي بان انت تتنك في هذا المستوى اللي هو الليفل بتاع الاسوشيت، ممكن تاخد الامتحان تاني، يعني تاخده وبعدين تستنى قبل ما يعدوا ال3 سنين. هتلاقي في الحقيقة ايميل جالك وبيحذرك من سيسكو ان هو الشهادة قربت تخلص الفترة بتاعتها، وبالتالي ممكن تروح تخش الامتحان تاني، سواء هو نفس الامتحان اللي دخلته اول مرة، او طبعا لو كانت جدد ونزلت منه نسخة جديدة، وده هيجدد الشهادة بتاعتك. او سيسكو في الحقيقة عاملة حاجة ظريفة جدا، انت راجل داخل في مجال الاي تي مش عايز تبتدي خطوة وبعد كده تقف، احنا ان شاء الله هنستمر في حاجات كتيرة جدا. طيب انا ممكن استمر ازاي؟ انا ممكن استمر في هذا الاتجاه او استمر في هذا الاتجاه. بمعنى اخر، انا ممكن بعد ما اخلص سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج ابدا، ولو بعديها بسنه، انا مش بقول ببدا بعديها على طول، بعديها بسنه او اتنين ممكن ابدا ان انا اذاكر واحاول احصل على الشهاده اللي هي السي سي ام بي. او ممكن امشي في الاتجاه دوت، بمعنى ان انا بعد ما خلصت سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج برضو بعديها ايا كان على طول او بفتره ممكن ابدا ادرس واحاول احصل على الشهاده بتاعه سي سي ان اي سكيورتي.
فسواء مشيت في السكه ديت او في السكه دي انك تختار تخصص تاني على نفس المستوى اللي هو الاسوشيت، سيسكو عامله لك حاجه ظريفه جدا. لو انا جيت مثلا تاني مثال بتاعي واحد 2014 حصلت على الشهاده بتاعت سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، وجيت مثلا بعديها بسنه في واحد 2015 امتحنت اول امتحان سي سي ام بي، ده يعتبر انت كده جددت الشهاده دي، والتاريخ الجديد بتاعها هو 1/2015. نفس الكلام لو جيت في 1/2015 وامتحنت الامتحان بتاع سي سي ان اي سكيورتي او الفويس او الوايرلس، ده بيجدد لك الامتحان اللي قبل كده اللي هو الخاص بالراوتنج اند سويتشنج، ويعتبر التاريخ بتاعه من نفس الميعاد دوت اللي هو مثلا 1/2015. تمام. طيب لو حبينا نبص على شهادة من دول، وهي طبعا الشهادة الأشهر عندنا وأهم شهادة زي ما بنقول، واحدة من أهم الشهادات في عالم الاي تي، هي السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. فخلينا كده نكليك على اللينك بتاعتها ونشوف هيودينا للصفحة شكلها عامل ازاي. اوكي، ادي الصفحه بتاعت الشهاده بتاعت سي سي ان اي سويتشنج. هتلاقي في اوفر فيو هنا فيديو لو عايز تعرف اكتر عن الشهاده، بيجيب لك مكانها فين في التخصص بتاع راوتنج سويتشنج، هي المستوى بتاع الاسوشيت عندنا. وبعدين بنتكلم على طبعا تفصيل بسيط كده الشهاده دي بتتكلم عن ايه، وهنا بيقول لك ان هي انتري ليفل نتورك انجينير. في الاخر انت هتبقى نتورك انجينير ولسه طبعا مبتدئ تعتبر، وبيخليك تقدر تعرف الحقيقه الراوتنج اند سويتشنج بالكامل. بيقول لك انت ممكن تكون نتورك انجينير سبيشالست ادمنستريتور with 1 to 3 years of experience، يعني من سنه الى 3 سنين من الخبره. البريكوز بتاعها نو بريكوزيتس، بمعنى ان انا مش محتاج اكون حاصل على شهاده تانية من سيسكو قبليها زي السي سي ام بي مثلا لو شفناها، هتلاقي لازم تكون حاصل على سي سي ان اي قبليها. لكن السي سي ان اي بالنسبه لنا مش فيش اي حاجه مطلوبه. الاكزامز اند ريكومندد تريننج معناه ايه؟ دي الاكزامز اللي ممكن اخدها عشان احصل على هذه الشهاده، ودي هنا الكورسات اللي ممكن اخدها عشان اذاكر وافهم الكلام دوت ازاي. فطبعا هتلاقي ان في 3 اكزامز. ليه؟ لان في اكزام في الحقيقه مجمع اللي هو السي سي ان اي اكزام اللي رقمه 220 او Interconnecting Cisco Networking Device Accelerated CCNAX او ICND Accelerated. ده امتحان واحد بيضم المنهج بتاع السي سي ان اي كله وبيغطيه بالكامل. لكن في الحقيقه يعني سيسكو حاليا بتفضل، او هي بتريكومند نفسها سيسكو، انك انت تاخد السكه التانيه دي، انك بدل ما تخش امتحان واحد تخش امتحانين. تقولي طب انا ايه اللي يخليني اخش امتحانين وانا ممكن بامتحان واحد انجح فيه واخد ابقى سيرتيفايد واحصل على هذه الشهاده؟ اولا من الناحيه الماديه مفيش فرق، بمعنى ان الامتحان دوت التكلفه بتاعته مثلا حاليا النهارده وانا بتكلم 295 دولار، الامتحانين دول مع بعض تكلفتهم كل واحد 150 دولار، اذا التوتال هنا 300 دولار، هنا 295 دولار، اذا مفيش فرق غير 5 دولار، مفيش فرق مادي. طب برضو ايه اللي يخليني بدل ما فيش فرق مادي اختار الاختيار دوت؟ في الحقيقه لان دوت معناه ان الامتحان هنا بياخد نص المنهج بتاع سي سي ان اي، وهو منهج كبير حقيقة. المنهج بتاعها يعتبر منهج ضخم، وبالتالي لما أقلل على نفسي مقدار اللي أنا محتاج أراجعه أو أذاكره قبل ما أخش الامتحان، هنا بقسمه بالظبط النص هنا والنص هنا، وبالتالي بيبقى الموضوع أبسط وأسهل شوية. في الآخر عندك الـ two options، it's up to you، أنت بالنسبة لك تشوف الأفضل الـ option دوت أو الـ option دوت. أنا بالنسبة لي بنصح الطلبة بتوعي إن هم ياخدوا الـ option اللي هو التاني اللي هو two exams. طيب بيجي بعد كده طبعا في ريسورسز كتيرة جدا لو محتاج تعرف ازاي تذاكر، ازاي تتعلم، ازاي تتدرب، تعمل ايه على الكورسز المختلفة عندنا هنا، تاخد الكورسز، طب ازاي اخش الامتحان سواء الاوبشن الاولاني او الاوبشن التاني اللي قلنا عليه، اعمل ايه الخطوات بالظبط عشان خاطر اقدر اسجل الامتحان، واخيرا زي ما قلنا موضوع اللي هو الايه لو عدت 3 سنين ازاي اقدر اجدد الشهادة بتاعتي. تمام. لو دخلنا على الليفل بتاع السي سي ام بي راوتنج اند سويتشنج برضو، احنا طبعا لسه بيقول لنا ان في حياة فيرجن جديده لسه مبتديه اللي هي الفيرجن 2. هو في وقت التسجيل دلوقتي اللي انا بسجل فيه كان في اكزامز معينه، او زي ما انتم شايفين لغايه بدايه من 30 يناير 2015 هيبدا في شهاده سي سي ام بي جديده او اكزامز للسي سي ام بي جديده. ما تفرقش معانا احنا بالنسبه للغرض بتاعنا دلوقتي. لو بصينا تلاقي بريكوزيت ان انت لازم تكون معاك سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج او اي شهاده سي سي اي في اي تخصص. دي نقطة غريبة، هتقولي وانا هاخد سي سي اي وبعدين هاخد سي سي ام بي؟ ممكن لو انت متخصص سي سي اي مثلا راوتنج اند سويتشنج وبعدين داخل تاخد سي سي ام بي فويس، ممكن تعمل حاجة زي كده. لكن طبعا الطبيعي ان انت هتمشي في السكة زي ما هو ماشي كده، سي سي ان اي الاول وبعدين سي سي ام بي وبعدين سي سي اي. ادي الاكزامز بتاعتنا زي ما قلنا هما 3 امتحانات، هما بس دلوقتي في 2
تو اوبشنز عشان الفيرجن الجديده اللي زي ما قلنا لسه نازله. لكن بالنسبه لنا هما 3 امتحانات، واحد اسمه راوت او راوتينج بيتكلم عن الراوتر، واحد اسمه سويتش او اللي هو بيتكلم عن السويتشنج، واحد اسمه ترابل شوتينج او بنسميه تي شوت اللي هو بيتكلم على حل المشاكل. نفس الريسورسز موجوده عندنا. اخيرا الليفل بتاع السي سي اي راوتينج اند سويتشنج، وزي ما قلنا ده مختلف شويه، هتلاقي حتى ان هو يعني نقلنا لصفحه تانية خالص، ما كملش في نفس الصفحه، صفحه مخصوصه للسي سي اي. وبعدين هنا او هنا زي ما انتم شايفين نقدر نختار التخصص بتاعنا، فهنختار الراوتينج اند سويتشنج. وهتلاقي كالعاده في فيديو بسيط بيكلمك على الشهاده، المتطلبات بيقول لك رسميا ما فيش اي حاجه، يعني انت ممكن النهارده تروح تحاول تاخد الشهاده بتاعت السي سي اي وتخش الامتحانات بتاعتها، لكن طبعا يعني عمليا ما ينفعش، لازم تكون يعني عندك يا اما خبره كبيره جدا في المجال، يا اما مشيت بقى بالسكه الطبيعيه اللي قلنا عليها ان انت يعني سي سي ان اي وبعدين سي سي ام بي وبعدين سي سي اي في النهايه، وبرضه معاك خبره كبيره في هذا الموضوع. زي ما قلنا عندنا تو ستيبس، اول خطوه الريتن اكزام زي ما بنسميه، لو ان هو يعني اساسا انت طبعا ما بتكتبش حاجه، لكن يعني بتقعد قدام كمبيوتر زي ما قلنا وبتحل امتحان 50 سؤال تقريبا. اما دوت اللي هو اللاب اكزام، ده اللي هو بقى اهم بكتير، ودوت اللي هو موضوع مختلف شويه، اللي هو زي ما قلنا بتروح بتسافر في مكان محدد وبيبقى فيه اللاب العملي اللي انت بتقدر تطبق وتشتغل عليه، والامتحان كله بيبقى عملي، فطبعا يعني موضوع مختلف تماما، مش هنخش في التفصيل بتاعته، لكن ان شاء الله يعني تحاول تخليه زي ما قلنا في دماغك موضوع شهادة السي سي اي دوت. لو انت ناوي تتخصص في مجال سيسكو يبقى حاجة كويسة جدا. يبقى شفنا كده جولة سريعة في الشهادات الخاصة بسيسكو، وارجو ان هي تكون يعني غطينا معظم التخصصات بطريقة مبسطة.